يا أهلا وسهلا متتبعاتي الغاليات، نتمنى أنكم تكونوا بألف خير ومرحبا بكم في قناتي. جبتكم موديلات الحجاب الشرعي، موديلات مزيونة بزاف. قولوا للرأي ديالكم واش عجبتكم، واش بغيتوا بزاف الفيديوهات على هذا السايل هذا، ولا بغيتوا العباءة والخمار. مهم ثم قولوا لي شنو أكثر موديل اللي كيعجبكم، شنو بغيتو تشوفوا في قناتي. هاد اللبس هذا مزيون بزاف، الله يهدي اي وحده انها تلبسو، يعني كتبقى مرتاحه. واهم حاجه انها كترضي الله بهذا اللباس، هذا هو لباس المراه المسلمه. وقولوا لي نتوما واش كتلبسوه، واش كتفكروا تلبسوه. مهم عطوني تكلموا معايا في التعليقات باش هكذا نعرف واش كاين شي تفاعل ولا لا، واش خصكم بزاف الفيديوهات بحال هكذا، واش بغيتوا نزيد نجمعكم صور بحال هكذا باش تاخذوا فكره، خاصه لمقبلات الارتداء الحجاب الشرعي. صراحه ما كاينش احسن من الستره واللباس الفضفاض. والله تبت اي وحده كتلبسو، والله يهدي اي وحده ما كتلبسوش. كما كتشوفوا ستايل مزيون بزاف وانيق وفضفاض ومريح، اهم حاجه انه مريح. وإذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة، ما تنسوش أنكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش ديما توصلوا بالجديد. كذلك اللي عنده أي سؤال أو أي اقتراح تخليه لي في التعليقات. وكنوجه تحية خاصة للمتتبعات ديالي، وغادي نخليكم هنا ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. دمتمنا سالمات.